السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم أخبار الصباح. غياب حصيلة العاشرة حول كورونا يفاجئ المغاربة. قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. بشكل مفاجئ، لم تعلن وزارة الصحة عن حصيلة تطور الوضعية الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في موعدها المعتاد على 10:00 صباحا من اليوم السبت، ولم تقم الوزارة بتقديم أي توضيح رسمي بخصوص عدم تقديمها للحصيلة اليومية الصباحية، وهو ما أثار استياء متابعين وصحفيين حيال هذا الارتباك. واعتاد الصحفيون أن يتابعوا حصيلتين يوميتين حول الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المغرب، الأولى في 10:00 صباحا والثانية في 6:00 مساء. وكانت وزارة الصحة قد أكدت أنها ستستمر في تقديم المعطيات الخاصة بالوضعية الوبائية بشكل يومي صباحا ومساء، وأضافت موعدا جديدا ليوم الجمعة يتضمن تصريحا صحفيا أسبوعيا مفصلا. وتفيد آخر حصيلة قدمت أمس الجمعة في حدود 6:00 مساء أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 16,726، فيما بلغ المتعافون 14,360 شخصا و2,102 يخضعون للعلاج، فيما توفي جراء هذا المرض 264 شخصا منذ مارس الماضي. شكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.